الجديد النشيد الوطن. بالدرجة الأولى على تميز وتكوين وبلورة شخصية المتعلم نفسيا واجتماعيا ووجدانيا، وجعله فاعلا أساسيا في كل الأنشطة التعليمية. وهذه سمة تنفرد بها مؤسسة الرأب وفق أسلوب بدهوج ممنهج، إلى جانب أن المؤسسة تضع ضمن أولوياتها الانفتاح على المحيط الخارجي من مؤسسات وجمعيات، باعتبار المحيط الخارجي امتداد طبيعي للمؤسسة، بل يمكن أن يساهم في التنشئة التربوية وتشكيل شخصية المتعلمين وتنمية الكفايات والقيم التي تؤهلهم للاندماج الفاعل في الحياة، وذلك باتباع نهج تربوي مبني على استحضار الأسرة في قلب المؤسسة التعليمية. هذه الأخيرة بدورها هي نظام من العلاقات والتفاعلات الإدارية والتربوية والاجتماعية والثقافية والنفسية. ضيوفنا الكرام، إن مؤسستنا حملت على عاتقها وفق رؤية متبصرة نبعت من جسر التشاور والتعاون الجماعي والاستجابة للتحديات وسند الأسرة وعطاء جدية وتميز الأطر التربوية، جعل المؤسسة ذات رؤية مستقبلية متمثلة في المواصلة على نفس النهج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الكاز نور الدين، مسؤول التواصل والمالية واللوجيستيك مجموعة مدارس بنين بتربيدات. الآن كنتواجدوا واحد الحدث اللي هو حدث مميز، حدث سنوي اللي كيقوم بكم دائرة المؤسسة على تنظيمه كل سنة، اللي هو حفل التميز. هو كيجي في اليوم الختامي للأبواب المفتوحة لهذا العام، انضمت ما بين 11 و 13 يوليو 2024. هذا الحفل ما كنحتفلش فقط غير بالتلاميذ المميزين دراسيا، بل نحتفل ايضا بالتلاميذ المميزين على مستوى الانشطه الموازيه اللي كتنظمها المؤسسه، واللي كتساعد في اذكاء وفي تعزيز هذوك التحصيلات الدراسيه. ايضا كنحتفلوا بالاستاذ المؤطر اللي هو اساس هذا العمل، وكنحتفلوا ايضا بالاطر الاداريه اللي كتسهر على اداره مجموعه مؤسسه البنوني، وكذلك كنحتفلوا بالتبرع
هذاك هذاك لاجون ديال دو سيرفيس او ما يسمى الاطر المساعده اللي كتدي الخدمات في سبيل خلق جو باش يتميز التلميذ والتلميذه داخل فضاء مجموعات مدارس قانونيه.